المقاولة العرب بقى في الدوري الممتاز، بقى هذا الموسم بصعوبة شديدة جدا. المقاولة العرب عنده مجموعة لاعبين مميزين جدا، ورغم كده عانى شوية، عانى كتير هذا الموسم، وكان في موقف خطير حتى المباراة الأخيرة. بصراحة شديدة المقاولة العرب تحديدا، الواحد ما يفهمش أو ما يتصورش أن نشوفه في الدرجة الثانية، فريق من فرق الكبار تاريخيا في الدوري المصري الممتاز. معانا عبر الهاتف الآن الكابتن محمد سمير نجم نادي المقاولون العرب. يا كابتن محمد، مشرف ومنور، وبهنيك على بقاء المقاولون العرب في الدوري الممتاز. ربنا يخليك يا كريم، الحمد لله رب العالمين، ده نورك والف والحمد لله رب العالمين طبعا. والله يبارك فيك يا كريم، ربنا يخليك يا حبيبي. يعني احنا بنتكلم في موسمين ثلاثه كان المقاولون العرب واحد من الفرق المقدمه، واحد من الفرق المربع الذهبي، واحد من الفرق اللي كانت بتقدم مباريات كبيره، وبنفس تقريبا مجموعه اللاعبين، يعني ممكن لاعب يرحل او اثنين واثنين لعيبه يخشوا. ايه اللي حصل المقاولون العرب؟ ليه هذا التراجع عشان نشوف المقاولون العرب لحد اخر مباراه يصارع الهبوط؟ لا بص يا كريم، لازم نبقى مقتنعين ان انت لما تبقى من سنتين ثلاثه بالظبط كنا خامس ورابع، وان انت بعد كل ده توصل لمرحله ان انت بتدور ان انت تقعد في الدوري، فاكيد لازم نبقى متفقين ان في حاجات كتير حصلت غلط. بدون دخول في تفاصيل، السنه دي حصل كتير حاجات كتير غلط ادت للي احنا كنا فيه يعني. فدي حاجات كلنا معترفين بيها كاداره وكلعيبه وكاجهزه فنيه مرت على النادي. الامور كانت صعبه جدا علينا، كنا وصلنا لمرحله من الاحباط كبيره، بس الحمد لله رب العالمين كابتن شوقي وجهازه جم في توقيت صعب جدا، مش اي حد يرضى يجي في التوقيت ده. والراجل باسمه الكبير ده خد ريسك على نفسه ان هو يجي في التوقيت ده، عشان عارف قيمه نادي المقاولين، وعارف ان النادي المقاولين كيان كبير، وهو كان راجل عنده خبرات، فهو كان متاكد ان احنا ان شاء الله بمجموعه اللعيبه اللي موجوده نقدر نطلع من المرحله اللي احنا فيها. والحمد لله هو كسب الرهان، واللعيبه برده كانت رجاله. خلي بالك انت في التويت اللي زي ده، لو انت مش معاك لعيبه كويسه ولعيبه كبيره وما تقدرش تكسب، انت بتتكلم في خمس ماتشات اللي في الاخر كسبت اربع ماتشات وتعادلت ماتش، يعني انت لو مش معاك برده لعيبه كويسه مش هتقدر تكسب، هيبقى غصب عنك امكانياتهم كده. مظبوط. احنا كنا عارفين ان احنا كلعيبه كويسه ولعيبه كبيره وعندنا لعيبه كتير خبرات في الفرقه. فزي ما انا بقول لك احنا عملنا حاجات كتير غلط، فاحنا ده درس كبير بالنسبه لنا كنادي وكلعيبه وكاداره، ده درس كبير هيدي الناس كلها درس كبير، ان احنا عمرنا ما وصلنا للمرحله دي. انا بقالي 7 سنين في النادي، عمري ما مريت بالظروف اللي انا مريت فيها السنه دي. فان شاء الله يعني الموضوع ده ما يتكررش تاني، وان شاء الله نبدا السنه الجايه نصلح اخطائنا ونرجع تاني للسنتين اللي احنا كنا عملناهم من سنتين بالظبط لما خلصنا خامس ودخلنا رابع كونفدراليه. النادي ده نادي كبير، وانت عارف يا كريم نادي المقاولين ملوش قاعده جماهيريه، بس نادي محبوب في مصر، الناس كلها بتحب نادي المقاولين وعارفه ان هو. لا انت ما تقدرش تتخيل المقاولون العرب مش موجود في الدوري الممتاز، تبقى حاجه غريبه بالنسبه لك، مش مفهومه. وده احنا اللعيبه كلها والاداره والناس كلها حسيته الفتره اللي فاتت. انت لما بتتكلم مع اي حد او بتقابل اي حد يقول لك يا جماعه ما ينفعش انتوا نادي المقاولين ما يبقاش موجود في الدوري الممتاز، كانت هتبقى تقيله على الناس كلها. صحيح، عندك يعني حق. الحمد لله احنا عدينا موسم بقول لك صعب جدا، ما اعتقدش ان هو ممكن يتكرر تاني في ظل الامكانيات اللي موجوده دلوقتي للنادي والاداره اللي موجوده واللعيبه اللي موجوده دي. ان شاء الله ما يتكررش تاني. طيب. نسعى ان شاء الله بقى السنه الجايه كل الاخطاء اللي مرينا بيها دي ما تتكررش، وان شاء الله نرجع تاني لمكان نادي المقاولين الطبيعي، ان هو يبقى موجود مع الناس المراكز المتقدمه يا رب. هايل. هذا وقد انتهى الموسم، خطوتك اللي جايه ايه؟ مكمل مع المقاولين ولا ممكن يبقى في خطوه اخرى؟ والله انا لسه مش عارف، انا عقدي مع المقاولين انتهى، لسه مش عارف يعني هتبقى خطوتي ايه، بس انا طبعا انا بحب نادي المقاولين والناس علاقتي بيهم كويسه جدا، وكبشاوي الحمد لله برضو علاقتي بيه كويسه جدا وقويه. فاكيد اليومين الجايين هنبدا نقعد، يعني الحمد لله في عندي كذا عرض وفي انديه كلمتني، وكنت لسه ما خدتش طبعا قرار لغايه ما اشوف النادي وضعه هيبقى ايه. فاليومين الجايين اعتقد ان شاء الله الامور هتبقى يعني هيبقى في حسم لقراري، بس يعني ان شاء الله يعني الاغلب ان انا باذن الله يعني بنسبه كبيره ان شاء الله اكمل في النادي. انا من كام شهر كده من كام شهر ان انا انهي مسيرتي في النادي، يعني هتبقى حاجه بالنسبه لي كويسه، ونادي الناس محترمه والناس بيقدروني وانا مستريح الحمد لله، فدي اهم حاجه عندي ان انا ابقى مستريح نفسيا. يعني من كام شهر كده كنت قريت، مش عارف الكلام ده مظبوط ولا لا، انه النادي الاهلي مهتم بيك انك ترجع تاني للفريق، هل الكلام ده الكلام ده كان قبل يناير وفي حد وفي ناس كلموني من النادي الاهلي قالوا لي ان مستر موسيماني مهتم بضمي واتكلم مع لجنه الكوره والاداره في ان انا ابقى موجود الفتره دي. النادي الاهلي كان محتاج حد كان عنده مشاكل في الديفنس لو انت تفتكر، وكان في نقص في المكان ده، وكان عندهم ازمه يعني، كانوا محتاجين حد يبقى موجود معاهم، كانوا عايزين يرجعوا عبد المنعم من فيوتشر، وكان فيوتشر مصعب الامور على النادي الاهلي.
الراجل اللي عرض اسمي عليهم ان انا ارجع تاني والناس كان كلامهم كله ايجابي الحمد لله، يعني ان سمير حد من اولاد النادي وكان موجود قبل كده ولاعيب كويس، بس هو الاعتراض العقبه الوحيده اللي كانت موجوده في الموضوع موضوع السن، ان هم كانوا باصين ان موضوع السن ممكن سمير يبقى كبير شويه، احنا محتاجين حد شاب يجي يفيد النادي لسنين طويله وده اللي وقف الموضوع يعني. بس طبعا اكيد كانت حاجه بالنسبه لي، طبعا كان نفسي وكانت حاجه بالنسبه لي يعني، كنت فرحان جدا ان انا في السن ده الحمد لله والناس شايفاك بصوره كويسه، مدرب اجنبي شايفك بصوره كويسه، النادي الاهلي بيفكر يرجعك، فدي حاجه بتبين لك ان انت اكيد ماشي على الطريق الصح. ده كانوا يومين احلام سعيده دي يا كابتن محمد، كانوا يومين احلام والله سعيده. والله العظيم يا كريم يعني مش عايز اقول لك، مريت تقريبا ممكن بنتكلم في اسبوع 10 ايام كانوا من احسن 10 ايام مثلا عليا بقى لهم فتره، ان انت احلامك كلها بتفكر ان انت ترجع تاني مسيرتك في النادي اللي انت اتربيت فيه، اكيد حاجه يعني حاجه طبعا كانت هتبقى احسن ختام ليا. صحيح. وكنت بتمنى وكان نفسي، بس طبعا قدر الله ما شاء فعل، هي حاجه في الاول وفي الاخر ربنا مش رايد، وانا زي ما بقول لك يعني الموضوع ما مشيش زي ما انا عايز، بس كانت بالنسبه لي حاجه حافز كبير جدا ان انا ان شاء الله اكمل الكام سنه اللي فاضلين، ان انا افضل دايس على نفسي وافضل اشتغل كويس وعشان الناس تبقى شايفاك في مكانه كويسه وان بيحترموك لغايه اخر وقت، والنادي الاهلي في الاول وفي الاخر هيفضل بيتي، وسواء ان انا اكمل مسيرتي في النادي كام سنه اللي فاضيين او مش موجود بعد كده، اكيد ان شاء الله يبقى ليا دور في النادي. صحيح. ونادي المقاولين ده انا بحب النادي الاهلي جدا، نادي المقاولين بحبه جدا، وهو تقريبا ثاني نادي اكتر عدد سنين لعبت فيه بعد النادي الاهلي هو نادي المقاولين. مظبوط. فبرضه انا بحترم الناس جدا ومبسوط ان انا موجود وان شاء الله لو في نصيب الفتره الجايه ان انا اكمل معاهم الكام سنه اللي فاضيين ان شاء الله اكيد هبقى موجود يعني. ان شاء الله بالتوفيق كابتن محمد سمير نجم نادي المكونه العرب، انا بشكرك شكرا جزيلا وبهنيك وبهني لاعبي المكونه العرب والجهاز الفني البقاء في الدوري المصري الممتاز للموسم المقبل.